أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة فيها من الأعلام. جاف الهيانات مثنى الضاري: العملية السياسية غير قابلة للإصلاح وتتحكم بها إيرادات خارجية. ونقرأ في العرب اللندنية: قادة الحشد الشعبي يتبارون في الثناء على إيران وحزب الله. ونطالع في المدى: الأمم المتحدة 45 ألف طفل غير مسجلين في المناطق المحررة. وجاء في العرب الجديد: جولة جديدة من السنة، إدلب واللجنة الدستورية والمعتقلون والطرق على جدول الأعمال. نقرأ في القدس العربي: السودان المعارضة تجبر المجلس العسكري على تقديم تنازلات جديدة. وجاء في الشرق الأوسط: ظريف، إيران ستبدي مرونة أمام العقوبات الأمريكية ولا نية لها للرد عسكريا. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: القوات الأمريكية والأفغانية تتفوق على طالبان في قتل مدنيين. أهلا بكم. قالت صحيفة العرب اللندنية أن الإحصائيات العراقية التي تتعلق بانتشار المخدرات وشيوع ظاهرة الانتحار كشفت عن حجم التحديات التي يواجهها العراق الخارج للتو من حرب مدمرة ضروس على الصعيد الاجتماعي. الصحيفة تشير إلى أن هناك اتهامات للطبقة السياسية بأنها حولت العراق إلى بلد للمخدرات والانتحار بسبب غياب أي رؤية اقتصادية واجتماعية، حتى فضلاً عن التركيز على المعارك السياسية والطائفية وإهمال قضايا الناس. الصحيفة قالت إنه وفقاً لدراسة أعدتها مفوضية حقوق الإنسان وهي هيئة رسمية مستقلة، فقد بلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا مخدرات في العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث خلال العامين الماضيين 7352، بينهم 79 من الإناث. تقول مفوضية حقوق الإنسان إن مشكلة المخدرات أصبحت الآن من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية في العراق، محذرة من تعاظم مخاطر المخدرات في ظروف الأزمات والحروب والنزاعات الداخلية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العراق. تشير الصحيفة إلى أن أصابع الاتهام تتجه إلى الجارة إيران بتحويل العراق إلى سوق لاستهلاك المخدرات بعدما كان مجرد ممر لها، ولا يمر يوم إلا ويعلن أحد المنافذ الحدودية بين العراق وإيران عن إلقاء القبض على مهربين يحملون مواد مخدرة. تقول مصادر أمنية إن قادة لمجامع عراقية مسلحة موالية لإيران تدير تجارة واسعة للمخدرات في العراق، مشيرة إلى أن السوق الرئيسية تتمثل بمحافظات الوسط والجنوب. وتؤكد المصادر أن عوائد هذه التجارة ربما تكون بديلاً مثالياً للمال الذي كانت توفره إيران للمجموعات المسلحة العراقية قبل تطبيق العقوبات الأمريكية ضدها. وتختم الصحيفة بالقول أن مشكلة العراق لا تقف عند حد انتشار المخدرات فقط، إذ يشهد المجتمع العراقي ازدياد مروعا في حالة الانتحار التي عادة ما يكون الشبان وأبطالها. وأظهرت إحصائية غير رسمية أن محافظات العراق شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري انتحار 192 شابا وشابة في ظروف مختلفة. تحول المواطن العراقي إلى مجرد مستمع، والأهم مطلوب منه أن يهتف لفلان وعلان أو ينشغل بمعركة تقاسم المناصب بين تحالف الإصلاح وتحالف البناء. علي حسين يقول في صحيفة المدى إنه بعد معلقات شعرية عن حكومة التكنوقراط وأناشيد ترفض المحاصصة اكتشفنا أن مشكلة البلاد مرتبطة بتقاسم المناصب داخل مجلس الوزراء بين تحالفي الإصلاح والبناء. خلال 16 عاماً أضاع علينا المجاهدون أهم ثروات هذه البلاد، المال والقانون، وأغرقونا بشعارات وخطب عن الديمقراطية والحرية، وفي الوقت الذي استطاعت فيه مصر أن توفر كهرباء ل48 مليون مواطن
6 مليارات دولار، نهب مسؤولون أكثر من 40 مليار دولار عداً ونقداً. وبدلاً من مزاد بيع المناصب الذي نصبه أحمد الجبوري وسط قبة البرلمان، كان المطلوب سهلاً جداً أن نضع المسؤول المناسب في المكان المناسب. وبدلاً من أن يضحك علينا حسين الشهرستاني وينضم إلى قائمة أغنياء الكرة الأرضية، كان هناك مهندس عراقي اسمه فاروق القاسم يعيش في النرويج، ساهم في اكتشاف النفط بأحد أكبر حقول النفط في بحر الشمال. هذا المهندس توهم بعد 2003 أنه يمكن أن يقدم شيئاً لبلاده العراق، ويخبرنا أنه فاوض حكومة بغداد حول خطة متكاملة لتطوير صناعة الطاقة. المسؤولون قالوا له: ننصحك بأن تعود إلى النرويج. الجهات السياسية التي وقفت ضد مشروع فاروق القاسم قررت في لحظة تاريخية مهمة أن عبقرية حسين الشهرستاني أبقى وأنفع للعراقيين، وأن الغاز الإيراني يوثق الصلات التاريخية بين الشعبين، وأن الحصول على الكهرباء من تجارة إيران بالعملة الصعبة فرض وواجب. الكاتب يرى أن العراق المديون للعالم بعشرات المليارات، وشعبه الذي يطلب منه التقشف وشد الأحزمة والامتناع عن تناول العصائر والنستله، ويعيش مئات الآلاف منه في خيام التهجير ومثلهم في دروب الغربة. إذن العراق هو مصدر حل الأزمات المالية في طهران وفي بقية دول الجوار. ما دام هناك أزمنة نهوض وأزمنة انحطاط، فإن الحنين إلى مرحلة ما من تاريخ العراق ليس بكاء على الأطلال، إنما هو تفكير بمنجزات تم فقدانها كتاريخ مزدهر وحضور بهي وجمالية إنسانية ومكانية لا تتكرر بسهولة في زمن قتل الجمال فيه. ياس خضير البياتي يقول في صحيفة الزمان إن من يتذكرون العراق في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي يدركون جيدا كم خسر من التألق والإبداع والقيم الاجتماعية وحتى الجمالية في هذه الأيام العجافة. يا لها من مفارقة أن نقارن بين الماضي والحاضر بطريقة مفجعة ومأساوية، لأن منطقة التاريخ والأوطان تتحدث بلغة الصعود بما أنجزته من تنمية وسعادة لشعوبها، إلا العراق فهو يفتخر اليوم بلغة النزول. فما عاد الشعب يعيش الحاضر إلا بحنين الماضي ومنجزاته ورجاله، لأن الرافدين لم يعد وطنا للجميع، ورافده جرفته آلات التخلف والهمجية، وبات اليوم وطنا للمزابل والمستنقعات والمقابر ومختبرات لتلويث الإنسان والحياة وتهديم التعليم بفأس الجهل. أليس مخجلاً أن عراق الأمس افتتح أول كلية في الشرق الأوسط عام 1908، وأسس أول ثانوية نموذجية بقارة آسيا، وأقدم جامعة في الوطن العربي هي جامعة بغداد، بينما عراق اليوم خارج التصنيف العالمي حيث لا وجود له ضمن ما يقارب 160 دولة. أليس مخجلاً أن العراق كان من ضمن البلدان المؤسسة للأمم المتحدة أيام نور السعيد في الخمسينيات، والجواز العراقي اليوم هو الأسوأ عربياً وعالمياً بلا منافس، وخارجية البلد ما تزال تعيش عصر القماقم، والوطن غائب عن الأمم وسفاراته تحكمها العوائل والأحزاب وقبائل الفساد والمحسوبية. ويختتم الكاتب بالقول إن العراق هو اليوم منكوب بوباء زهايمر الوطنية ونقص فيتامين الغيرة العراقية. وأي غيرة عراقية نتحدث عنها اليوم؟ ولصوص العملية السياسية قتلوا جمال العراق وهيبته وجعلوه في آخر الأوطان. يقول الكاتب: ابحثوا عن سر اغتيال الوطن، ستجدونه في عقل سياسي يصر أن يسألك دائما ما هو مذهبك وقوميتك ليغتالك بعفونة الماضي. عشية إعلان واشنطن انتهاء فترة الإعفاءات والاستثناءات من العقوبات ووضع تصفير
صادرات النفط الإيرانية قيد التنفيذ، عين المرشد علي خامنئي قائدا جديدا للحرس الثوري الإيراني هو اللواء حسين سلامي، الذي برز بتخصصه بإطلاق التهديدات بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن النفطية. عبد الوهاب بدر خان يرى في صحيفة الحياة أن في كل قرار أمريكي جديد تجديد للضغوط على إيران وميليشياتها وأتباعها، وفي كل قرار إيراني جديد إشارات إلى أن ثمة مواجهة قيد التحضير. الوصول إلى شفير المواجهة العسكرية المباشرة أمر لا يريح طهران، مهما أوحى عسكريوها وملاليها أنهم عملوا طوال 40 عاماً في انتظار هذه اللحظة للانتصار على الشيطان الأكبر وطرده من المنطقة. تسلحت إيران وتزودت ردعاً صاروخياً وميليشيات كفيلة بزعزعة أمن عدد من البلدان، لكنها لم تتحسب إلى أن أمريكا ستجد استراتيجية مضادة لا تسعى بالضرورة إلى حرب تستهدف إيران في أرضها وتمتحن قوتها العسكرية، بل تركز على الاقتصاد، وربما تدفع إيران إلى الخطأ، أي إلى استخدام القوة العسكرية للخلاص من العقوبات. هذا هو الواقع الذي بلغته إيران اليوم، ومن شأنها أن تقرر إذا كان اللجوء إلى القوة يمكن أن يكون مجدياً بحل أزمتها، أم أن عليها بث خيارات أخرى بينها التفاوض بما يفترضه من تنازلات ومكاسب يبقى ممكناً بالنسبة إلى إيران أن تمضي في استراتيجية تخريب البلدان التي حققت نفوذاً وهيمنة، سوريا والعراق ولبنان واليمن، لكنها لم تعد متيقنة أن هذا النهج يمكن أن يخفف من وطأة مأزق العقوبات، خصوصاً أن معظم هذه البلدان تمر بضائقات مالية واقتصادية لا مجال للخروج منها إلا بمساعدة الدول والمؤسسات الغربية. وبحسب الكاتب فإن اللافت أنه فيما تهدد إيران بإشعال جبهات المواجهة مع أمريكا في هذه البلدان، فإنها في الوقت نفسه حاولت وتحاول أيضاً توظيف نفوذها فيها لتخفيف عبء العقوبات، وباستثناء اليمن حيث لا دولة حالياً بل حرب مستمرة منذ 4 أعوام، فإن البلدان الأخرى لا تبدو قادرة إطلاقاً على تقديم التسهيلات التي تتطلع إليها، بل على العكس تماماً تبحث عن سبل تجنبها تجنبها بالأحرى الانعكاسات السلبية لعلاقتها مع إيران. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يريد دفع إيران إلى نقطة اللاعودة، وذلك بعد قرار إدارته الأخير الذي أنهى فترة الإعفاءات التي منحتها سابقاً لبعض الدول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني. ووفق الصحيفة فإن القرار الأخير هيمن بشكل كبير على أسواق الطاقة والكثير من الشركاء الأمريكيين الرئيسيين والذين توقع الكثير منهم الحصول على تمديد إضافي للإعفاءات، حيث ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر فقط. الصحيفة تضيف أنه بالنسبة لإدارة ترامب فإن هذه الخطوة هي الخطوة الأخيرة لمواجهة إيران، فبعد انسحاب أحادي لأمريكا بصفقة نووي التي تم التوصل لها مع إيران، فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات الشاملة على كبار المسؤولين الإيرانيين وقطاعات مختلفة من اقتصاد البلاد، كما تم إدراج الحرس الثوري الإيراني ذي النفوذ الواسع على لائحة الإرهاب، وهو عمل من شأنه أن يجعل من الصعب على الإدارات الأمريكية المستقبلية إصلاح العلاقة مع الحكومة الإيرانية. إلى الآن من غير الواضح تماماً إن كانت إدارة ترامب قد درست هذه العقوبات بعناية حسب ما تقول الصحيفة، فالولايات المتحدة ستعتمد على السعودية لتعويض النقص الحاصل بإنتاج النفط الإيراني وغيابه عن الأسواق، غير أن خبراء الطاقة حذروا من أن الأمر قد يكون أكثر صعوبة مما يبدو، ومن ثم فإن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار الغاز بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي. لكن تقول الصحيفة إن الخطوة الأخيرة للبيت الأبيض تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة، فلقد حذر بيتر ويستماكوت السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة من أن إلغاء الإعفاءات من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي ويدعم يد الإيرانيين المتشددين.
وتختم الصحيفة بالقول إن منتقدي إدارة ترامب جدلوا كثيرا بأنها تريد دفع إيران إلى القتال. فقد أعرب أرون ديفيد ميلر وريتشارد سكوليسكي المسؤولين السابقان في وزارة الخارجية عن أسفهما لمراهنة إدارة ترامب على نمط الإكراه والترهيب بدلا من الاعتماد على الدبلوماسية. نحو الأراضي المحتلة، حيث تواجه الحالة الفلسطينية واحدة من أعقد التحديات التاريخية في ظل تجديد الصهيونية لمبادئها الاستعمارية والإحلالية وسعيها نحو يهودية الأرض والدولة والجغرافيا مهما كان الثمن. شفيق ناظم الغبرة يرى في صحيفة القدس العربي أن دولة الصهيونية لن تقبل إطلاقا من ضحاياها بأقل من الاستسلام لتوجهاتها، مستغلة وضعا عربيا مفككا وحالة دولية مواتئة. هذا سيعني في الواقع العملي سعيا إسرائيليا لضم أجزاء رئيسة من الضفة الغربية المحتلة. في ظل هذه الأجواء ستسعى إسرائيل، ولا يعني ذلك أنها ستنجح، لخلق ظروف ربما عسكرية وحرب جديدة لتهجير مزيد من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. في الجوهر انتهى حل الدولتين، ولن يقف بوجه هذا المخطط سوى وعي الشعب الفلسطيني ومقاومته للسياسات الإسرائيلية. حتى اللحظة لا السلطة الفلسطينية ولا حماس وسلطتها في غزة قادرتان على تقديم بديل لأوضاع تزداد خطورة. إن الاستراتيجية الفلسطينية كما تؤكد لنا مسيرات العودة في غزة ونضالات الضفة الغربية المختلفة غير قادرة على الانتقال نحو المبادرة الشاملة في ظل ازدياد شراسة العدو. إن الحراك الفلسطيني لا يستطيع أن يبقى بحالة دفاع أمام هجمات منظمة على الصعيد السياسي والإعلامي مثل صفقة القرن والهجمة على الحقوق الفلسطينية التي تم ربطها بالإرهاب والخوف من المسلمين. وهذا يعني ضرورة إيجاد طريق جديد لا يقوم على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية كهدف، أو حتى على مبدأ الدولة الواحدة، بل على أولوية مواجهة نظام الفصل العنصري الصهيوني المنطلق من مبدأ يهودية الدولة في أرض نصف سكانها هم من العرب الفلسطينيين. ولتنجح المواجهة مع هذا النظام لابد من رؤية واضحة أساسها مقاومة أشمل للتهجير ومصادرة الأراضي والحقوق في فلسطين. الكاتب يرى أن الصراع بين الفلسطينيين وهم سكان البلاد الأصليين والحركة الصهيونية سيكتسب معاني جديدة في المرحلة القادمة. لن تنجح صفقة القرن في إنهاء الصراع، بل ستشعل صفقة القرن عن تنفيذ أي من خطواتها القادمة، حيث هي حالة فلسطينية أكثر إصرارا على الحياة والحقوق. بعيداً كل البعد عن السياسة، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها قد التقطت التسجيل الأول لزلزال على المريخ في 6 نيسان الحالي، وسجل مقياس الزلازل الخاص بمركبة مارس إنسايت سلسلة قصيرة من العواء والتذمر والأصوات بحسب ما ذكر موقع الخليج أونلاين. ويقول أحد العلماء أن أحد هذه الأصوات وهي التذمر هو على الأرجح زلزال، ويمثل أول صوت مسجل من داخل الكوكب الأحمر، ويستمر التسجيل الذي أصدرته ناسا نحو 40 ثانية، وهو يبدأ بعواء الرياح المريخية الخافتة والغريبة، تليها قعقعة منخفضة من الزلزال المحتمل. وهبطت المركبة إنسايت على المريخ في تشرين الثاني 2018 في مهمة لاستكشاف المناطق الداخلية من الكوكب الأحمر من خلال تتبع الموجات الزلزالية التي تتخلل جوانبها الداخلية. ويقول العلماء أن هذا التسجيل المختصر المحدد ليس طويلا بما يكفي لتوفير الكثير من المعلومات حول المناطق المريخية، لكنه يدل على أن المريخ نشط من الناحية الزلزالية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.